على الإمام الحسن العسكري ما يقارب 240 سنة، ولكن اللي عاش ويا الحسن العسكري سلام الله عليه في نفس الفترة، نفس الفترة تماما عاش ويا، ويفصله مو الزمان واحد والمكان واحد تقريبا، محمد بن إسماعيل البخاري الذي توفي سنة 268. متى استشهد الإمام الحسن العسكري؟ سنة 260 للهجرة، في مثل هذه الأيام الشريفة عاش الإمام في سامراء، عاش البخاري في بغداد، في بغداد كان عايش. قد فرق بين بغداد، دار الخلافة واحدة بغداد وسامراء، زين. وكتابه الصحيح ينقل عن الخارجي عمران بن حطان، ولا ينقل حديثا واحدا عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. الله ما محتاج الإمام الحسن العسكري يكون أن البخاري ينقل عنه يصير على حق يعني، لا مو. ولكن للإنصاف أنه أنت تنقل عن العلماء وأنت هذا كتاب حديث وهذا عالم أهل البيت، بلا شك يشد إليه الرحال، وهذا العالم الجليل الذي معاذره أحاديثه جلساته حواراته مع العلماء بعد، وهو سليل هذه السلالة الطاهرة سلالة العلم والمعرفة، ما ينقل حديث واحد عن الإمام الحسن العسكري وينقل عن المناكير وعن المجهولين، بل حتى لحظة كفت فقرة في البخاري يسموها مراسيل محمد بن إسماعيل البخاري، عنده روايات عن رجل مو، عند روايات تنقطع السلسلة مالت الرجال، حلقة الرجال تنفرط مو، يلحمها هو يريد يرجعها، يكون الفاصل الزمني بيناتهم 10 15 20 سنة مو. ومشهور البخاري في هذه المسألة، مشهور في مراسيله ومشهور في تقطع سلسلة الأحاديث، يعني ينقل عن المراسيل عن رجل، لما يقول عن رجل عن رسول الله، شنو هي عن رجل عن رسول الله؟ شلون يقول هذا الحديث صحيح؟ مو صحيح. وابن رسول الله الإمام الحسن العسكري إلى جنبه لا ينقل عنه حديثا واحدا، هذه بمجموعها مو، أو أنه لا ينقل عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه على قرب عهده برسول الله، وينقل حديثا أو حديثين عن زين العابدين عليه السلام الله مو. وزين العابدين إذا عد التابعون ماذا يعدون؟ الطبقة الأولى من التابعين، الطبقة الأولى من التابعين. ليش؟ لأنه أدرك زمن الصحابة، وأخذ عن جده أمير المؤمنين، وأخذ عن عمه الحسن، وأخذ عن عمه الحسين، وأخذ مو شاف الصحابة يعني، فيعدوه من الطبقة الأولى من التابعين حديث أو حديثين عن زين العابدين، 4 أحاديث عن الحسن والحسين وهكذا. هذا الخط كله يشعرك أن شيئا حكوميا إمبراطوريا شيء كبير تريده الحكومة لتحييد أهل البيت عليهم سلام الله. شنو الغاية من هذا الكلام؟ الغاية أننا لا نكون عونا للحكومات على أهل البيت عليهم سلام الله، لا نكون عونا لهذه الحكومات الظالمة التي ظلمتهم. ويشار إلينا في الدنيا مو لعله أننا في صف أعدائهم قد نكون، ويشار إلينا في الآخرة مو أننا ماذا في صف أعدائهم. أهل البيت سلام الله عليهم الإنسان اللي يحبوه يفتحوا له أبواب التوفيق، نعم الإنسان اللي يحبوه اللي يردوه يفتحوا له أبواب التوفيق، يرى أشياء، يرى أشياء نورانية يهتدي بها، دلائل يستفيد منها، لا يكون على قلبه غشاء وغطاء كهذا الذي وصفه القرآن الكريم مو. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، يعني لا يكون الإنسان ما تأثر به أو ما يأثر به أي شيء مو. ولعل من التمس الأدلة الفطرية البسيطة يعلم أن للأئمة عليهم سلام الله الجاه والوجاهة عند الله سبحانه وتعالى. قد يلتمس الإنسان أحيانا الأدلة العقلية مو توصله إلى ما يريد، ولكن مو كل الناس عندها قابلية على الاستدلال، أكو ناس ما عندها قابلية على الاستدلال، أولئك يمنحهم الله سبحانه وتعالى نورا يستضيئون به. وقصص العلماء وقصص الصالحين والسالكين مع أهل البيت عليهم سلام الله كثيرة وكثيرة جدا، نقل بعضها نعم أئمة أهل البيت عليهم سلام الله. لما الإمام جعفر الصادق ينقل رواية أن سلمان المحمدي لما دخل إلى بيت فاطمة ورأى الأشياء تعمل لوحدها، فرجع سلمان القهقري، رجع سلمان متعجب إلى رسول الله، إيش قال للنبي؟
قال إني رأيت في بيت فاطمة شيئا عجيبا. قال يا سلمان أما تعلم أن فاطمة ابنتي تخدمها الملائكة؟ صلى الله عليه وسلم. قال ما تدري أنت أنه فاطمة سلام الله عليها تخدمها ملائكة الله سبحانه وتعالى؟ هاي إشارة من النبي المن إلى أن فاطمة لا يمكن أن تكون امرأة عادية أبدا، وأن الله عز وجل يسخر لها الملائكة تخدمها، وهكذا هذه الأمور كلها جارية إلى أهل البيت. زين أسألك بالله، إيش قد فرق بين إنسان يسلم للأئمة عليهم سلام الله تسليما كاملا، مو يؤمن بهم إيمانا منقطع النظير، من ماذا؟ من منطلق أنهم مكرمون وأن الله عز وجل يملك كل شيء والله يعطيهم ما يريدون. أو أن إنسانا مثلا يسأل سؤال يقول شلون الإمام زين العابدين رجعوا دفن الأجساد بين الكوفة وبين كربلاء 90 كيلومتر تقريبا 80 كيلومتر شلون رجع؟ من يرى الأئمة عليهم سلام الله بهذا المنبار بعد صعب تقنع أنه هذا الإمام وإلى منزله، وأن من أعطاه حقه فقد أعطى الله حقه وأعطى الرسول حقه، مو صحيح؟ تتباعد المسافة هنا لما الإنسان ينظر إلى أهل البيت عليهم سلام الله بهذا المنظار المادي. فلا نكون نعم نحن عونا للحكومات والظلمة ونكون في مصاف أعداء الأئمة عليهم سلام الله. علينا أن نؤمن ونهذب أنفسنا بالأدلة، والأدلة موجودة، كما أن علينا أن نعلم هذا النشء الجديد، لأن احنا في تحدي الآن. أما تحدي هذه البلدان اللي احنا ساكنين بها، دينهم غير ديننا، عاداتهم غير عاداتنا، الجو غير جو، الدنيا كلها متبدلة هنا، واحنا ما اخذين راحتنا، ما سألين على شيء، مو صحيح؟ اللي كان يعلم ابنه نص ساعة مو إيمان في بلداننا هنا يريد له 5 ساعات يمكن. ليش؟ يجب أن يكون الجهد مضاعف حتى تقاوم التيار. زين هذا تحدي. التحدي الآخر الوهابيون والسلفيون، هذا أيضا تحدي كبير. أكو تحدي آخر من نفس الشيعة، من نفس الشيعة أكو تحدي أيضا من نفس الشيعة، أكو تحدي إلمن لمسألة الأئمة عليهم سلام الله. أكو بعض الناس يعني يريد أن يصيغ قالب للأئمة عليهم سلام الله حسب ذوقه، وهذا لا يمكن أن يكون. ولهذا يستغرب من كل رواية يقرأها، يستغرب من كل كرامة يسمع بها لأهل البيت. يوم من الأيام واحد يناقش على رجوع الشمس، قلت له سبحان الله أنت تناقش على رجوع الشمس لأمير المؤمنين، هم السنة أكثر من 17 مصدر حاطينها، هم السنة يناقشون السنة بها. يجي واحد شيعي يقول رجعت الشمس للإمام علي سلام الله عليه، خوجان يحججون على ابن أبي الحديد اللي هو سني يا من له ردة ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع. هذا ابن أبي الحديد أطلقها أطلاق المسلمات رجوع الشمس للإمام. كثير من الشيعة يناقشون شو رجعت الشمس، ترى ما يصير ترجع. أنا يقول واحد سألت واحد في زاوي يقول ما يصير، لأن هذا الشمس وهذا القمر وهذا كذا، سبحان الله، يعني هاي ما يصير ترجع، بس القمر يصير ينشق. القمر شو ينشق؟ صح لو لا؟ وذاكر القرآن الكريم صح لو لا؟ أسألك بالله شو هذا البحر شلون ينفلق؟ وهم يصير ينفلق؟ يقول وكا فكان كل فرق كالطود العظيم، يقول صار هذا البحر شنو؟ مثل الجبل، من هنا جبل ومن هنا جبل، شلون انفلق هذا البحر؟ احنا إذا نقيس كرامات القرآن الكريم، مو؟ إذا نقيس كرامات الأئمة بعقولنا نقصر عن أي شيء بعد ما ندرك شيء. ليش؟ لأنه إنما هو شنو؟ مجاوزة للقانون الطبيعي، هي مخالفة للقانون الطبيعي أو إيقاف للقانون الطبيعي بقوة من؟ بقوة الله سبحانه وتعالى التي منحها لأهل البيت. كان الإمام الحسن العسكري عليه السلام الله يعيش في زمن كان أهله كما يصفهم المؤرخون كان الزمان زمان تشكيك، لأن هذا التشكيك هو أسهل بضاعة، ماكو أسهل من بضاعة التشكيك. هسه تعال تقول من أصعب التشكيك للتحقيق؟ طبعا التحقيق صعب، مو الإنسان الذي يثبت يأتي بالأدلة، ولكن الإنسان الذي يشكك مو يقول نقول هذا موجود الشيء، نقول هذا الشيء صحيح، هذا لا يكلف شيء، ما يريد له طاقة علمية هذا الشيء، ولكن الطاقة العلمية وين؟ بالإثبات بالتحقيق. عاش الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في زمن أكثره التشكيك، بعض هذا التشكيك يقولون سببه الحكومة العباسية من كثر الظلم
والاضطهاد. والله